تعرب وزاره الخارجيه عن ترحيب مملكه البحرين بالحوار بين الاطراف السودانيه واكدت الوزاره دعمها لاحياء العمليه السياسيه في السودان الشقيق لما من شانه تحقيق الامن والسلم ووحده واستقرار السودان منوهه بالدور البناء الذي قامت به الامم المتحده في هذا الخصوص والمساعي التي بذلتها بعثه الامم المتحده المتكامله لدعم المرحله الانتقاليه في السودان يوني تامس لاجراء مشاورات سياسيه بين كافه المكونات مؤكده تضامن مملكه البحرين ودعمها الكامل لجمهوريه السودان لتحقيق تطلعات شعبها الشقيق في الاستقرار والسلام والتنميه